محور الثاني، احنا حين بنسوي ارسال نية. اوكي، ارسال نية اول شيء حنعملها بطريقة جماعية. ليش؟ لان ارسال نية الفردية كثير عظيمة، لكن ارسال نية جماعية كثير اعظم، لان تتشابك الطاقات. يعني حاول تتخيل ان الناس كلها من دفعة، واحنا جربناها كلنا، جربناها وحصلت معجزات طبعا، وقفنا بعدين وحسينا ان كأن ارتبكت الدنيا، صعب ولا لا؟ فالآن حنرجع على موضوع بعض الناس على فكرة قد يقول لك وين نيتكم ما اشتغلت، وكلامه صح، ما اشتغلت عنده بس مش عندك. خليك منتبه ان احنا لما نسوي نية مثلا لبلدنا حتى او لبلداننا او لمنطقة معينة او مدينة معينة، قد يكون شخص مو كونكتد مع النية ما تتحقق عنده في عالمه. يعني هل ممكن الآن تكون مدينة كثير آمنة واحد يعني مخطوف من عصابة مثلا ومعذب ممكن؟ ممكن طبعا. هل ممكن يكون شخص في مدينة فيها حرب وهو نسبيا عايش آمن وكذا؟ ممكن ممكن. طب كيف تايم لاين هذا الشخص الآن في عالمه مختلف عن الشخص الجار هذا في عالم؟ فلذلك النية الجماعية أثرها كثير عظيم وكثير قوي وسريع كذلك. فإحنا حنسوي نية جماعية. رقم اثنين هي جلسة. شنو جلسة؟ نحتاج شوية مسائل على الأقل في البدايات. أولا أن يكون ذهنك صافي. فأرجوك قبل يعني لا تجي النية مثلا قبل الوقت اللي حين حنحدده، تجو بعدين على طول تدخل، لا، صف شوي ذهنك، ضبط وضعك، عطها المسألة أهمية شوي. كيف يعني أعطيها أهمية؟ أول شيء صفاء الذهن، يعني كنت تكون تفرغ نفسك. ترى الجلسة كلها 5 دقائق، 5 إلى 10 دقائق كثير جميل، شكرا من القلب. يعني 5 إلى 10 دقائق فقط، بس احنا 1000 مثلا، 5 إلى 10 دقائق في هذه اللحظة، ترى أثرنا مو أثر 1000، لا، أنت 1000 قد يكون أثرهم أثر ملايين. فلكن نسويها مع بعض كلنا وبتوقيت واحد. فصفاء الذهن. اثنين، كونكت. خلاص أنت ادخل كذا واعمل كونكت. كونكت يعني في خشوع هنا، في يعني صفاء، في تواصل. خلاص أنا كونكت للمصدر. رقم ثلاثة، خليك في خلوة. ما يمنع أنك تسويها مع آخرين، لكن كلكم بخلوة، لأن أنا ممكن أكون بخلوة مع 10 أشخاص كلنا هادين ومركزين على الهدف وكذا، احنا بخلوة. وممكن أكون الواحد يماني بخلوة، بالي مشغول وحالتي حالة وأسمع أصوات. أنت اعمل شيء يعطيك نوع من الخلوة. لاحقا لما تتدرب ما حتحتاج، أنت ممكن تعملها بوسط زحمة، ممكن تعملها بوسط ملعب كرة قدم، أوكي، بس ترى مو كلنا في هذا الاحتراف، فلازم تحترم مرحلتك وتقدرها. حاليا خلها كذا، فيها صفاء، فيها كونكت، وفيها خلوة. مسألة الثالثة هي التوقيت. التوقيت حنحدده على 9 مساء، 9 مساء بتوقيت الكويت، 9 مساء بتوقيت السعودية، الكويت، العراق، قطر، البحرين، هاي كلها توقيت واحد. الإمارات، عمان يصير مثلا 10 مساء، بعدين كل ما نزلت شوي كذا حيصير 8 مساء. أنت احسبها، مثلا مصر حيكون 8 مساء، فأنت احسبها واعرف الوقت. وإذا تقدر في التعليق اكتب توقيت بلدك اللي هو يصادف 9 مساء بتوقيت السعودية أو الكويت أو البحرين أو العراق كذلك. المسألة الرابعة والمحور الرابع في موضوع الإرسال هو في التركيز. ركز على النية. معنى التركيز أنه ما في نية معاكسة. يعني أنا والله يعني ودي يكون عندي حرية التنقل، بس يعني ما في مشكلة لو ما، لا، ما يصلح. خلاص احنا مركزين مسار الحرية واضحة. أرجوك لا تخلط النيات، وانت ممكن تدخل بين 1000 شخص وتربكنا بنيتك. ما ايش قاعد تنوي انت، تنوي نية ثانية؟ مش تنوي نية ثانية، انويها بوقتك. لا تدخل معنا الساعة 9 المساء. 9 مساء حنا داخلين عندنا نية محددة، اوكي، والنية هذه واضحة جدا، هي النية لتحقيق مسار الحرية. لتحقيق مسار الحرية. حرية في إيش؟ شرحناها في الهدف وفي توضيح النية. حرية التنقل، حرية العمل، حرية الخيار الصحي، حرية الإقامة، حرية البيئة، كل هذه المعاني. أوكي؟ فركز فقط هاي كذا. تبي عندك شيء ثاني؟ واحد خلاص ينوي هو شيء ثاني وبرا الجلسة هذه. يعني عادي إنك تنوي أكثر من نية،
مثلا تنوي معنا الساعة 9 بعدين الساعة 10 تكون عندك نية ثانية وساعة عادي، شو يعني بين الله أكثر. كل دعاء مستجاب. قالوا إذا نكثر. واحد من الصحابة قال عين نكثر، قال الله أكثر. يعني الله يعطيك أكثر، شو المشكلة؟ ليش مستخسر بنفسك؟ عادي انوي. حنا ركز معنا أرجوك، 9 مساء كل يوم لحين ما نتوقف بالنية، وإحنا إن شاء الله ما رح نتوقف لما نحقق مسار الحرية. كل يوم الساعة 9، وحتى لو طافك يوم عادي، طب تأخرت شوي عادي، خلاص سوها لوحدك ما في مشكلة، بس نحرص أكبر عدد ممكن إن إحنا نحققها على 9 مساء. وإذا تبي في التعليق كل يوم لما نذكر قبل 9 مساء تحط بالتعليق دان إذا تحب، يعني كذا احنا حنشجع بعضنا ونشوف كم واحد شارك في الجلسة، وبعدين حنسوي استبيان ونعرفين. اذا ما في نية معاكسة وما في تردد، خلاص واحد، ولا تعطي تعلق كبير، عادي انت يعني باختصار كذا صفي ذهنك، صفي نيتك، تنفس شوي عميق، لما ترتاح قبل 9 صارت الساعة 9 ابدأ النية خلاص الان، وحندخل في النية بحيث انك انت في مكان القلب يعني في الصدر، في منطقة الصدر تنشئ النية هذه، تقول يعني لن أنوي صناعة مسار الحرية لي ولكل أصدقائي هؤلاء الذين معي، أوكي؟ ونحن في مسار حرية آمن وممتع ومبهج. أنا راح أكتبها لكم النية في القناة. فإذا بس وتقول هذا الكلام كذا، بعدين وانت في منطقة الصدر تتخيلها كأنها تلف تغطي كل منطقة الصدر، تلف مع عقارب الساعة، أوكي؟ بعدين توسع المنطقة حتى تشمل كل منطقة الصدر والبطن، بعدين حتى تشمل كل الجسد، كل خلايا الجسد من الرأس إلى الرجل، تلف مع عقارب الساعة، وكل ما تكبر الدائرة تعطيها بحدود نص دقيقة تقريبا، ربع دقيقة إلى نص دقيقة، بعدين تكبر الدائرة حتى تشمل كل الغرفة اللي أنت قاعد فيها، أو مساحة غرفة لو كنت أنت قاعد في الطبيعة ولا برا، مساحة غرفة، كبر المساحة هذا حتى تشمل مساحة مبنى، كبر هاي المساحة قاعد تكبر حتى تشمل كل المنطقة اللي أنت جالس فيها، كبر هذه المساحة حتى تشمل كل المدينة، كبر حتى تشمل كل البلد اللي أنت فيها، كبر حتى تشمل كل القارة اللي أنت فيها، كبر حتى تشمل كل الكرة الأرضية، وتلف حول الكرة الأرضية، وهني عطى وقت شوي أطول، تلف مع عقارب الساعة كلنا على الساعة 9:05، 9:07، 9:08 نكون كلنا خلصنا الجلسة. بعضنا حياخذ 5 دقائق، بعضنا 6 دقائق، بعضنا 7-8 دقائق، it's okay. لكن على 9 وشيء حنكون تقريبا كلنا داخل النية. بعدين شو تسوي؟ أنفاس عميقة حتى تحس بالهدوء، وجسمك رخى من رأسك إلى رجلك، الجسم رخى تماما. بعدين تروح تركز على منطقة القلب، وش ركز على تنفسك حتى بس تستجلب التركيز. بعدين خذ التركيز هذا وروح إلى منطقة الصدر، وقول إن هنا تنشئ النوايا، أنشئ نية، وحتنشئ هنا نية صناعة مسار الحرية، وراح أكتبها لك أنا كذا. بعدين تبدأ مع عقارب الساعة تخليها تلف، تكبرها على منطقة الصدر، على منطقة الصدر والبطن، الجسم كذا، وحتى توصل إلى كل الكرة الأرضية. واضحة؟ هنعملها، وحنعملها بانتظام. مسألة الأخيرة في موضوع النية، أرجوك خليك واضح. الوضوح معناته ما في تشكك، أنت عادي، ما أنت متشكك ولا أنت متوقع حتى، ما لنا علاقة. بكرة ممكن يتحقق هالكلام، بكرة دولنا كلها تغير وتفتح لنا، واو، وممكن ما يحصل هالكلام، ما يهمني، ما يهمني، أنا مركز على النية مش مركز على النتائج. فدون تشكك. مسألة ثانية دون تعاكس، تطلب شيء بعدين تطلب شيء معاكس معنا. مسألة ثالثة دون تساؤل، لا تسأل خلاص، ركز على النية وخلها على الله، أوكي؟ أنت في نية ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه، يعني محقق له بس، وتنركز على النية، ونمشي كم يوم ونقيم التجربة، أوكي؟ هذه النية، وراح نبدأ من أول يوم، راح نبدأها من بكرة، يعني من بكرة الأحد موافق 18/7 حنبدأ. حنراقب العالم بس ما عندنا يأس ولا عندنا مشاكل، يمكن تصدر الآن قرارات عكسية تمام، we don't care، احنا مركزين على نيتنا، ما لنا علاقة
الواقع بالنسبة لنا لا يؤثر في النية، النية هي التي تؤثر في الواقع. وممكن تتحقق هاي النوايا في خلال أسبوع، ممكن في خلال شهر، ممكن في خلال سنة، ممكن في خلال 10 سنوات. We don't care، احنا مركزين على نيتنا. إذا ما تقدر تفهم هذا المعنى أنت كثير حتربكنا، أوكي؟ فما في مانع أنك أنت تتنحى الآن شوي كذا وتصبر، يعني لما تهدى وكذا وتتزن وكذا بعدين تدخل معانا في النية. إذا قادر تستقبل هاي الفكرة بهذه الطريقة وبهذه النفسية، أرجوك ابدأ معنا من بكرة تاريخ 18/7 الساعة 9 مساء بتوقيت كويت، سعودية، العراق، بحرين، قطر، ونستمر عليها حتى إشعار آخر. أوكي، هذا موضوع النية. راح نكمل في موضوع الدعاء والتحصين وكذا في اللقاءات القادمة بإذن الله. شكرا لك إذا أنت قاعد تستمع إلى هذه الرسالة بالليل، عسى الله إن شاء الله يجعلها لك ليلة مباركة وهنية. تقدر تبدأ النية من اليوم، تقدر بروحك تبدأ فيها، ما في مانع. أوكي، وإذا كنت أنت تستمع إلى هذه الرسالة بالنهار، فالله يجعل إن شاء الله نهار مبارك، وهي بداية بإذن الله تحقيق مسار الحرية.